جمعتنا في قناة الواقع الفضائية، وصلوا على النبي بما أنه يوم الجمعة. الله يحييكم يا جماعة الخير، وكذلك ساعة استجابة نهاية النهار. أسأل الله أن الله يوفقكم، ولا تنسون تدعون لإخواننا الحد الجنوبي، أموات المسلمين، مرضى المسلمين، بالدعوة في ظهر الغيب. الله يحييكم ويطول عمرك. شكرا اللي تصور، الله يعطيكم العافية. مرحبا بكم في انتظار الشباب، بعضهم قاموا وبعضهم لحد الآن بيصلي وبيجي إن شاء الله، ونجتمعهم بإذن الله، وكلهم إن شاء الله قامين بإذن الله. الله يحييكم، تفضل طال عمرك. الله يحييك، كيف حالك يا حبيبي؟ ساعتين وين اخوياك؟ مرحبا مرحبا، الله يحييكم يا جماعه الخير. ها تفضل انت، فيك جاي هنا. عندي فكره لك ابو سعد. الله يسعدك، سم جلسه مصارحه حلوه. الله يوفقك، ما تشوف شر. مصارحه حلوه على ما تجمعون الشباب، اسئله هذا حلو. وش ودك؟ اللي ودك. شوف انا بس انا مصحصح بما انك جيت اول واحد. اي يلا زين، اسلم. والحارثي جاء ثاني واحد، وانت والحارثي كلكم لبيت حال، انت والحارثي كلكم وقت واحد. ابي اسالكم سؤال، تفضل، واذا جاوبتوا على طول بعطيكم درجه. لا تجاوب على طول دايركت من عندي لكم. ما عنده مايك، ما عليه. استر، تعال هنا، تعال هنا. الله يحييك، مرحبا بك، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، نستقبل مشاركاتكم وارائكم في هاشتاج سكريبت. كم اليوم؟ 40 سكريبت. سكريبت 40، في سكريبت 40. الله يحييكم يا جماعة الخير، ولا تنسون تعطونا بعض آرائكم، والشباب وش اللي يسووا اليوم وش ما سووا. احنا عارفين اليوم، والله اني زعلان على بعض الشباب من اللي حصل اليوم، لكن ان شاء الله ان الامور بتزين باذن الله، بتزين ان شاء الله الامور. ولكن لابد اكيد انهم راحوا يعني ياخذون عقابهم من يعني هل الموضوع اللي حصل اليوم. طيب، في انتظار الشباب. الله يحييك يا غالي، هلا. كيف حالك؟ هلا. الله يحييك. اسهلت واستهلت وانطرت. ما عليك زود، هلا وكرتون حلا، هلا وتريلت حلا، انت كل الحلا. الله يطول عمرك، ما عليك زود. والله ما عليك زود يا رب. والله تراني اوقع بس السقف، والله اني بطير، ترى بطير كذا لا شعريا. يوم اخترت يوم الجمعه يعني فعلا اليوم المناسب لقبولك. الله يقبلك ويرحم والديك. الله يطول. انا جيت هنا عشان الفقره ونخلي الناس يدعوا لكم. الله يطول عمرك. الله يوفقك. والله لا غريب عليك يا ابو يا حبيبي. الله يسعد قلبك. كم وصل الوقف اليوم؟ 25%. 5 مليون. 5 مليون. 25%. 25%. طيب.